شاهد رد فعل الزعيم عادل إمام في حلقة رامز مجنون رسمي، فتابعونا. الفنان رامز جلال يحاول كل عام إثارة الجدل في برنامجه في رمضان، ويثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قوة المقالب التي تظهر الضحية في مشاهد تثير الجدل. ولكن هل رامز جلال يحاول كل عام التركيز على فكرة البرنامج أكثر، أم أنه يحاول إحضار ضيف أو نجم جديد مؤثر ومشهور حتى يزيد من شهرة البرنامج؟ بالتأكيد هي فكرة رامز جلال، هي فكرة استقطاب الضيف وحضور الضيف الذين يكونون من أشهر النجوم في الوطن العربي. ولكن هذا العام الأزمة كانت كبيرة بسبب فيروس كورونا، وكانت الضيوف لا تتقبل أي برنامج من أي نوع بسبب السفر والتنقل والخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وكان الأمر صعب عليهم جدا. وكان كل نجم يستضاف في برنامج رامز جلال تتم الإحترازات المكلفة الكبيرة، وكان من الصعب أن جميع الضيوف تتقبله. طائرة خاصة تحضر الضيف من البلد المقيم فيها إلى استوديو تصوير البرنامج في دبي، وسيارة خاصة مسؤولة عن تنقل الضيف فترة تصوير الحلقة، وفريق طبي مسؤول عن الضيف منذ لحظة وصوله حتى لحظة انتهاء تصوير الحلقة. وكل هذه الإجراءات تجعل الضيف حذر ويشعر أن الأمر ليس سهلا، وليس جميع الضيوف تتقبل هذا، ومن الصعب إحضار أي ضيف أجنبي حتى لا يحمل الفيروس والعدوى. أما الزعيم عادل إمام فكان ردة فعله صادمة عن برنامج رامز مجنون رسمي. بالتأكيد جميعنا يعلم أن حلقة رامز جلال مع عادل إمام تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أهمية الضيف، وجميعنا يعلم أن الفنان عادل إمام من أكثر الفنانين شهرة في الوطن العربي، فإذا حضر أي برنامج مقالب سيكون الموضوع مختلف ومميز تماما. والغريب أن الفنان عادل إمام قال في تصريح له: لو يدفعوا لي الأجر المناسب أنا ما عنديش مشكلة أحضر برنامج زي ده، وكان يقصد بكلامه برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال. وقال الفنان رامز جلال على صفحته: أتمنى أن يكون الزعيم من أحد ضحايا برامجي في أحد السنوات، ولكن لظروف خاصة من الصعب إحضار الفنان عادل إمام. وقال أحد الأشخاص في إدارة قناة MBC أن حالة الفنان عادل إمام الصحية لا تسمح بوجوده في مثل هذه البرامج، ولكن ظهرت بعض الأخبار التي تشير أن الفنان عادل إمام تم تصوير حلقة معه من نوع خاص، وستكون هذه مفاجأة الموسم لمتابعي برنامج مجنون رسمي. وقالت بعض الناس أيضا أن تصوير الحلقة مع الزعيم بدون مقالب قوية، يعني على سبيل المثال لم يتم وقوعه في بركة مياه، وحتى صعوده للأعلى على الكرسي المكهرب، يعني صعود الكرسي إلى الأعلى ومن ثم ينزل الكرسي، ولم يتم دوران الكرسي، ومن هنا بدأت الإثارة على مواقع السوشيال ميديا. ولكن من أسباب عدم حضور عادل إمام في برنامج رامز جلال هو بسبب سنه الكبير ولا يقدر السيطرة على مقالب رامز.